بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن مما لا شك فيه أن النصيحة مطلوبة من كل مسلم، والنصيحة مأخوذة من الشيء الناصح وهو الخالص، يقال لبن ناصح يعني خالص من الماء. وأما النصيحة فمعناها في الشرع سلامة القلوب من الغل والحقد والحسد والنوايا السيئة، وسلامة الألسن من الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور، وسلامة الأعمال، سلامة الأعمال أعمال الجوارح من الغش والخيانة والظلم والتعدي على الناس. فالنصيحة كلمة جامعة معناها خلوص القلب واللسان والجوارح من كل ما لا يليق بالدين والعقل والمروءة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، الدين كله نصيحة من أوله إلى آخره. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سمعتم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الدين النصيحة، يعني يتلخص الدين النصيحة، كل الدين كله نصيحة، بمعنى أنه فيه صلاح القلوب وصلاح الأقوال وصلاح الأعمال. وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، حتى قال بعض العلماء إن هذا الحديث ربع الدين، بمعنى أنه هو الذي يدور عليه الإسلام. الإسلام يدور على أربعة أحاديث، يقولون: قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وارغب فيما عند الله يحبك الله، وحديث: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا الحديث الدين النصيحة. و
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مجالات النصيحة وأين تكون، لما سألوه لمن تكون النصيحة، يعني لمن توجه النصيحة أو من الذي تستعمل في حقه النصيحة، فقال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. وقد جاء هذا الحديث أيضا من رواية غير تميم، جاء من رواية أبي هريرة ورواية غيره من الصحابة. أما النصيحة لله، النصيحة لله معناها الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل. وذلك يتضمن تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فالنصيحة لله أن توحد الله عز وجل بجميع أنواع التوحيد، تعتقد أنه لا رب سواه سبحانه وتعالى، لا خالق ولا رازق ولا مدبر، ولا هناك أحد بيده نفع أو ضر إلا الله سبحانه وتعالى، وأما المخلوقون فليس بيدهم شيء من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والنفع والضر، وإنما يجري على أيديهم أشياء قدرها الله سبحانه وتعالى وهم أسباب فقط. وكذلك توحيد الألوهية بأن تعبد الله وحده لا شريك له بما شرعه من أنواع العبادة الواجبة والعبادة المستحبة، تخلص العبادة لله عز وجل بحيث لا تصرف شيئا منها لغير الله، فلا تصلي إلا لله، ولا تزكي إلا لله، ولا تصوم إلا لله، ولا تحج وتعتمر، ولا تتصدق، ولا تذبح، ولا تنذر، ولا تخاف، ولا ترجو، ولا تتوكل إلا بالله، إلا على الله سبحانه وتعالى، بأن تصرف جميع أنواع العبادة القلبية والعبادة العملية تصرفها لله خالصة ليس فيها شركة لأحد. فمن أشرك بالله لم يكن ناصحا لله عز وجل. من صرف شيئا من العبادة للأصنام أو صرفها للأشجار والأحجار أو للقبور والأضرحة أو للأولياء والصالحين أو للجن، من صرف شيئا من العبادة لغير الله كان مشركا ولم يكن ناصحا لله عز وجل، وإن كان يعترف بربوبية الله وأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، إذا كان يتعبد لغير الله فإن هذا لا يسمى موحدا وإنما يسمى مشركا، وأيضا هو لم يكن ناصحا لله عز وجل حيث صرف حقه لغيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وكذلك من عمل عملا وقع
أصله من ذلك غير وجه الله كان يرائي الناس بعمله، يصلي يريد أن يمدحه الناس، يتصدق يريد أن يمدحه الناس ويثنوا عليه، يجاهد من أجل أن يمدحه الناس، يدرس ويعلم الدين من أجل أن يمدحه الناس، هذا لم يكن ناصحا لله عز وجل، لأنه يعمل لغير وجه الله، وإنما يعمل من أجل مدح نفسه وتعظيمه عند الناس، هذا لم يكن ناصحا لله عز وجل. وكذلك من عمل عملا من العبادات يريد به طمعا من مطامع الدنيا، كان يحج من أجل المال أو يعتمر من أجل المال أو يتعلم العلم من أجل المال أو يقوم بأي نوع من العبادات طمعا فيما رتب عليها من المال، فهذا لم يكن ناصحا لله. وقد قال الله تعالى فيه من كان يريد الحياة، من كان، قال الله تعالى فيه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فليفكر الإنسان، يفكر الإنسان في نياته ومقاصده، هل هي لله عز وجل أو هي لغير الله؟ فإن كانت لله فإنه يكون ناصحا لله عز وجل، وإن كانت لغير الله فإنه لا يكون ناصحا لله عز وجل، وإنما يكون خائنا، خائنا لله عز وجل، حيث إنه يعمل لغيره ويقصد غيره بالعبادة، والله خلقه لعبادته فصار يعبد غير الله، والله هو الذي رزقه وهو يعتقد أن هذا الرزق من غير الله إلى غير ذلك. هذا ليس من النصيحة لله عز وجل. وكذلك من النصيحة لله عز وجل إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، كما وصف بذلك نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فتعتقد أن الله بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأن الله يسمع السر وأخفى، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء، وأنه يرى سبحانه وتعالى، يرانا أينما كنا، وأنه سبحانه وتعالى يجازينا بأعمالنا إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، أنه شديد العقاب، أنه غفور رحيم، أنه تواب على من يتوب، أنه يغضب إذا ارتكبت معاصيه ويرضى إذا أطيع، وأنه يحب عباده المؤمنين ويبغض الكافرين. كل هذا من أسماء الله وصفاته التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نثبت ذلك. فمن جحد شيئا من ذلك أو تأوله وصرفه عن معناه الحقيقي، أو قال هذه الأسماء والصفات ليس لها معاني وإنما تفوض إلى الله عز وجل وليس لها تفسير معروف عندنا وإنما نقرأ ألفاظها فقط ونفوض معناها إلى الله، هذا لم يكن ناصحا لله عز وجل، لأن هذه أسماء وصفات عظيمة
لها معان جليلة، ويجب علينا أن نعرف معانيها وأن ندعو الله بها وأن نتعامل مع الله بمقتضاها. أما من زعم أنها ألفاظ ليس لها معنى وأنها كالألفاظ الأعجمية أو كالحروف المقطعة أو كالطلاسم أو غير ذلك، فهذا لم يكن ناصحا لله عز وجل. فالجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من جحود أسماء الله وصفاته أو تأويلها على غير مراد الله ومراد رسوله منها، هؤلاء لم يكونوا ناصحين لله عز وجل. إنما يكون ناصحا لله عز وجل من آمن بها وأثبتها على ما جاءت واعتقد أنها على معناها الصحيح وعلى ظاهرها، وأنها حق حقيق ليس فيها لبس ولا غموض ولا أحاج ولا ألغاز، وإنما هي كلام واضح بين نزل بلسان عربي مبين. هذه النصيحة لله عز وجل باختصار، أن تعرف حق الله عليك وأن تقوم بأدائه، هذه هي النصيحة. فالذي لا يعرف حق الله عليه ولا يتعلم العقيدة ولا يتعلم ما يضر بالعقيدة وما يخل بها ولا يهتم بها، هذا لا يكون ناصحا لله عز وجل. وكذلك الذي يتعلم العقيدة ويفهمها فهما جيدا لكنه لا يقوم بما تقتضيه، فلا يخلص العبادة لله عز وجل، أو لا يعبد الله ويترك العمل، يعطل الصلوات الخمس، لا يصلي أبدا، أو يصلي على غير الوجه الذي أمر به، يصلي في بيته ولا يصلي مع الجماعة، يصلي لكن يصلي في غير الوقت، يؤخرها عن وقتها، هذا ليس ناصحا لله عز وجل. إنما الناصح لله هو الذي يجيب دعوة الله، يجيب داعي الله، ويصلي مع المسلمين، ويحضر المساجد، ويستمع للدروس والمواعظ، ويستمع للذكر، ويستفيد ويفيد، هذا هو الناصح لله عز وجل. أما المعرض عن الذكر والمعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعلمها ولا يعلمها ولا يهتم بها، هذا ليس ناصحا لله عز وجل. الذي لا يزكي، لا يؤدي زكاة ماله، هذا ليس ناصحا لله عز وجل. الذي لا يصوم رمضان أو يصوم صياما شكليا فقط، هذا ليس ناصحا لله عز وجل. الذي لا يحج على الوجه المطلوب وإنما يحج رياء وسمعة، أو لا يحج أبدا، أو لا يعتمر، هذا ليس ناصحا لله عز وجل. وإن كان يعرف الله ويعرف أنه هو الرب ويعرف حق الله، لكن إذا لم يقم به ولم يؤده على الوجه المطلوب، أو أداه صورة ولكنه لم يؤده حقيقة، بمعنى أنه لم يخلص نيته لله عز وجل، فهذا لم يكن ناصحا لله. أو تعبد لله وأدى، قام بعبادات لم يؤمر بها، تعبد بالبدع والمحدثات وترك الشرع المطهر، فهذا ليس ناصحا لله عز وجل، لأنه تقرب إليه بما لم يشرعه ولم يتقيد بما شرعه الله، هذا ليس ناصحا لله عز وجل. الناصح لله هو الذي يعبد الله حق عبادته وكما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناها الإيمان، الإيمان اليقيني أنه رسول الله إلى البشر، إلى الثقلين الجن والإنس، أنه رسول من عند الله يؤمن برسالته، يستيقنها يقينا تاما لا شك فيه ولا ريب أنه رسول الله إلى جميع البشر، إلى الثقلين الجن والإنس، وأن رسالته عامة وشاملة،
إلى يوم القيامة لا تبدل ولا تغير. وأيضا لا يكفي أن يؤمن أنه رسول الله، بل لا بد مع الإيمان بأنه رسول الله لا بد أن يتبعه وأن يطيعه وأن يمتثل ما أمر وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر. هذا الذي يشهد أن محمدا رسول الله ويكون ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يؤمن أنه رسول الله ويصدق أنه رسول الله لكنه لا يتبعه، هذا ليس ناصحا لرسول الله. الذي لا يعتقد أنه رسول الله ولا يؤمن برسالته كاليهود والنصارى والملاحدة، هذا لم يكن ناصحا لله. الذي يعتقد أنه رسول الله لكنه لا يتبع ما جاء به، هذا ليس ناصحا لرسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، آمنوا به وعزروه بمعنى أنهم وقروه وعظموه، آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور، لا بد من الاتباع، واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. فإذا كان يعتقد أنه رسول الله ويصدق أنه رسول الله لكنه لا يتبعه، هذا لم يكن ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا اتبعه في شيء دون شيء، يتبع الرسول فيما يوافق هواه ورغبته، ويخالف الرسول فيما لا يوافق هواه، هذا ليس متبعا وليس ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب أن تطيع الرسول فيما أحببت وفيما كرهت، وإن كنت تكره هذا الشيء فإن عاقبته خير لك، وإن كنت تكره هذا الشيء فإن عاقبته خير لك في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فلا بد من الاتباع الكامل، من الاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحببنا وفيما كرهنا وفيما سهل علينا وفيما شق علينا. إلا أنه لم يأتي صلى الله عليه وسلم بشيء يشق ويكره أن يشق على أمته، لكن قد يكون النفس لا تريد العمل، تريد الكسل والنوم وتريد الراحة، وترى أن في الصلاة، أن في الصيام، أن في الجهاد، أن في الأعمال فيها إتعاب لها. النفس الغالب أنها ترى هذا، وهذا ليس فيه مشقة في الحقيقة، وإنما النفوس الكسلة والنفوس الهابطة هذه ترى أن هذه أمور أنها ثقيلة عليها. ولكن هذا لا يمنع الإنسان من أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان في ذلك عليه شاقا أو عليه ثقيلا، هذا في بداية الأمر ثم يسهل عليه بعد ذلك. كذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
تصديقه فيما أخبر. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأخبار أخبار الغيوب الماضية التي أطلعه الله عليها، أخبار الغيوب الماضية، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أخبار مستقبلة في آخر الزمان وفي يوم القيامة، يجب علينا أن نصدقه في ذلك تصديقا كاملا، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالذي لا يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتشكك في بعض أخباره هذا ليس ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الذي يصدقه في شيء دون شيء هذا ليس ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كالذين يقولون أنه يجب العمل بالقرآن فقط، أما السنة فإنها مجال للشك، أنها مجال لأن أسانيدها قد لا تكون صحيحة أو ما أشبه ذلك من التعليلات الشيطانية. الذين يهجرون العمل بالسنة هؤلاء ليسوا ناصحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذين يؤمنون ببعض السنة ولا يؤمنون بالبعض الآخر، كالذين يقولون أنه مثلا الأحاديث المتواترة هذه هي التي يعمل بها، أما أحاديث الآحاد يسمونها أحاديث آحاد، يقسمون السنة إلى متواتر وآحاد. المتواتر يقولون هذا يجب العمل به وهذا يفيد اليقين، أما الآحاد فهذا لا يفيد اليقين وإنما يفيد الظن ولا يعمل به في العقائد ولا تثبت به العقيدة. هذا ليس من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من الخيانة. الواجب العمل بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواترا أو آحادا في العقائد وفي غيرها، هذا هو النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يفرق بين سنته ويعمل ببعض ويكفر ببعض، أو يقول إن بعضها يفيد اليقين وبعضها يفيد الظن، أو يقول إن بعضها يحتج به في العقائد وبعضها لا يحتج به في العقائد، فهذا ليس من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب أن نؤمن بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نصدقه ونعتقده في العقائد وفي غيرها، لأنه جاء عن رسول الله وصح عنه وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نعمل عملا نتقرب به إلى الله، لا نفعل أي عبادة إلا بعد التأكد من أنها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت هذه العبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي محدثة، فإن الواجب علينا رفضها وتركها والتحذير منها. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فالذي يفعل عبادة يزعم أنه يتقرب بها إلى الله ويريد الأجر والثواب لكنها لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أحدثها الناس، فهذا لم يكن ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فعمله هذا باطل ويستحق عليه العقوبة والعذاب بدل أن يستحق عليه الأجر والثواب، لأنه بدعة والبدعة محرمة ولا يجوز العمل بها، وهي تبعد عن الله ولا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كل البدع من هذا الباب،
بدع الموالد، بدع الأضرحة والتوسل بالقبور والتبرك بها، كل هذا من البدع المحدثة في الدين التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهي إما بدع شركية وإما بدع محرمة، وهي وسيلة من وسائل الشرك، تشريع من عند غير الله، ولا يجوز التشريع إلا لله عز وجل. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فلا نعبد الله إلا بما شرع. وشرع الله بينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كل عبادة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة مرفوضة، ومن يعمل بها فإنه لا يكون ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتلخص في الأمور التالية: أولا التصديق برسالته والجزم بذلك جزما لا يعتريه شك، ثانيا اتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه، ثالثا تصديقه صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر به، رابعا أن لا نعبد الله بأي نوع من أنواع العبادة إلا إذا كان واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنه ليس من النصيحة لرسول الله. وإن كان صاحبه يزعم أنه من الدين وأن فيه أجرا وأنه طاعة وأن فعله فلان أو قاله فلان، كل هذا لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى. أما النصيحة لكتاب الله عز وجل، النصيحة لكتاب الله عز وجل الذي هو القرآن، نصيحة للقرآن، فمعناها أولا أن نؤمن أنه من عند الله عز وجل، أنه كلام الله، أن الله تكلم به حقيقة وأنزله على نبيه وحيا بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، أن هذا القرآن كلام الله حقيقة، تكلم الله به حقيقة. أما الذين يقولون إن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله كما تقوله الجهمية، أو الذين يقولون إنه عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله حقيقة، أو هو حكاية لكلام الله وكلام الله هو المعنى القائم بالنفس، أما هذا الذي معنا في المصاحف فهذا حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، فهذا من الخيانة لكتاب الله وليس من النصيحة لكتاب الله. النصيحة لكتاب الله أن تعتقد اعتقادا جازما أنه كلام الله حقيقة، أن الله تكلم به سبحانه وتعالى، تكلم به وأوحاه إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، سمعه جبريل من الله عز وجل، وجبريل بلغه للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغه لأمته، بلغه لأمته. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين الذي هو جبريل عليه الصلاة والسلام على قلبك، أي قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين
وهذا القرآن بلسان عربي مبين. هذه صفات القرآن وهذا سنده، سنده من الله. سند القرآن أمة محمد صلى الله عليه وسلم روته عن نبيها، ورواه نبيها عن جبريل، ورواه جبريل عن الله سبحانه وتعالى، فهو كلام الله. فالذي يقول إنه ليس كلام الله هذا لم يكن ناصحا لكتاب الله عز وجل. وإن كان يزعم أنه مسلم فإن اعتقاده هذا في كلام الله اعتقاد ضال يخرجه من دائرة النصيحة لكتاب الله عز وجل. وكذلك من النصيحة لكتاب الله بعد إيماننا أنه كلام الله عز وجل أن نتعلمه ونعلمه، أن نتعلمه من مشايخنا وقرائنا ثم نعلمه لأولادنا وللأجيال التي تأتي بعدنا، يتلقاه الأمة خلفا عن سلف جيلا بعد جيل. فالعناية برواية القرآن وقراءته على الوجه الصحيح وتعلمه وتعليمه هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. أما إذا أهمل القرآن ولم يتعلم ولم يعلم ولم يلتفت إليه فالذي يعمل هذا ليس ناصحا لكتاب الله عز وجل. الذي لا يهتم بكتاب الله لا يتعلمه، ولا وإذا تعلمه فإنه لا يقرأه ولا يتلوه ولا يعلمه لغيره، هذا ليس ناصحا لكتاب الله عز وجل. كذلك من النصيحة لكتاب الله العمل، العمل بما فيه. لا، ما يكفي قراءته وتجويده وترتيله وتحسين الصوت به، هذا لا يكفي، لا بد من العمل به، بأن نفعل ما أمرنا به ونجتنب ما نهانا عنه. هذا من النصيحة لكتاب الله. فالذي لا يعمل بما في كتاب الله أو يعمل ببعض ويترك البعض هذا ليس ناصحا لكلام الله عز وجل، ليس ناصحا لكتاب الله. لا بد من العمل بهذا الكتاب العظيم وامتثال ما فيه من الأوامر واجتناب ما فيه من النواهي. هذا هو النصيحة لكتاب الله عز وجل. أولا أن نؤمن أنه كلام الله سبحانه وتعالى حقا على حقيقته. ثانيا أن نتلقاه ونهتم به ونتعلمه ونعلمه ونبلغه للناس. ثالثا أن نتدبره ونتفهم معانيه وتفسيره على الوجه الصحيح. رابعا أن نعمل بما فيه. فالعناية بتفسير كلام الله ومعرفة معانيه لا بد منها. لا يكون الإنسان يقرأ القرآن مجرد قراءة وهو لا يتعرف على معانيه ولا يعرف تفاسيره. وكذلك لا يجوز تفسير القرآن، لا يجوز تفسير القرآن بغير معناه الصحيح. فالذين يفسرون القرآن بمعان أخرى ليست هي معنى القرآن هذا من التأويل الباطل، هذا من التحريف لكلام الله عز وجل. الذين يفسرون كتاب الله بغير تفسيره الصحيح وإنما يفسرونه بتفاسير باطلة، هؤلاء ليسوا ناصحين لكتاب الله. النصيحة لكتاب الله تقتضي أن يفسر بمعناه الصحيح الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وكذلك الذين يفسرونه بآرائهم، الذين يفسرونه بآرائهم وعقولهم ولا يرجعون إلى تفسيره الصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته أو عن السلف الصالح، الذين يفسرون القرآن بآرائهم وبالنظريات الحديثة كما يزعمون
ويفسرونه بالعلم الحديث كما يقولون والمخترعات دون رجوع إلى أصول التفسير، دون رجوع إلى ضوابط التفسير، دون رجوع إلى تفسير القرآن الصحيح الموروث عن السلف الصالح، هؤلاء ليسوا ناصحين لكتاب الله عز وجل، وإنما نسميهم عابثين، عابثين بكتاب الله عز وجل. ظهرت الآن تفاسير لبعض الآيات بنظريات حديثة ليست من القرآن في شيء، وهي بعيدة كل البعد عن كتاب الله عز وجل. وإن زعموا أنها نظريات حديثة وأن ويقولون القرآن سبق إلى هذه النظريات أو ما أشبه ذلك، هذا كله من الباطل. التفسير له ضوابط، التفسير له قواعد، التفسير له مصادر يرجع إليها، ليس التفسير عبثا. كل من أراد يفسر القرآن، الطبيب يفسر القرآن، والمهندس يفسر القرآن، وهم على جهل، هؤلاء لا يصلح أن يفسروا القرآن. القرآن له أهله وله علماؤه الذين يرجع إليهم. أما أن يأتينا من دراساتهم عصرية ودراساتهم نظرية بحتة، دراساتهم إنما هي دراسات طبية أو هندسية أو جيولوجية أو ما أشبه ذلك، ويأخذون يفسرون القرآن، هذا من أعظم الخطأ. القرآن لا يفسره إلا أهل العلم، العلم بالله عز وجل والعلم بكتاب الله والرجوع إلى المصادر الصحيحة. فالذي يفسر القرآن وهو غير مؤهل، هذا ليس ناصحا لكتاب الله عز وجل، ويجب أن نحذر من هذا الصنف من الناس. وربما يسمون تفسيرهم هذا المحدث الجديد يسمونه بالإعجاز، الإعجاز العلمي في القرآن، كذا يقولون. هذا ليس من النصيحة لكتاب الله، لأن التفسير ليس هو مصدر عبث. فالذي يفسر القرآن وهو على غير تأهيل وليس عنده علم، هذا يعتبر متطفلا على كتاب الله عز وجل ومتقولا على الله بما لم يقل، نسأل الله العافية. أما النصيحة لأئمة المسلمين، النصيحة لأئمة المسلمين، المراد بالأئمة ولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين، هؤلاء لهم حق على الرعية، ولاة أمور المسلمين لهم حق على الرعية أن ينصحوا لهم، بمعنى أن يعتقدوا صحة ولايتهم وأنها ولاية شرعية. ما داموا ولاة أمور المسلمين والمسلمون بايعوهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بايعهم أهل الحل والعقد، فهؤلاء ولاة أمور المسلمين تجب طاعتهم، ولا يجوز لأحد أن يشكك في ولايتهم. فمن شكك في ولايتهم فليس ناصحا لولاة أمور المسلمين. كذلك من النصيحة لولاة أمور المسلمين أنهم إذا أسندوا إلى أحد من الرعية عملا من الأعمال، أن يقوم بوظيفة، يتولى وظيفة من الوظائف، فمن النصيحة لولي الأمر أن يقوم بهذا العمل على الوجه المطلوب، أن يقوم به على الوجه المطلوب، لا يخون في عمله، لا يتكاسل عن العمل، لا يعطل العمل، لا يتعب المراجعين، لا يتمنن على الناس، لا يتكبر على الناس، لا يعطل المعاملات، لا يقدم ولا يؤخر حسب هواه. هذا ليس من النصيحة لولي الأمر. النصيحة لولي الأمر أن كل موظف في الدولة يقوم بما أليط به من عمل بأمانة وإخلاص، فإذا نقص العمل أو تساهل فيه فإنه ليس ناصحا لأئمة المسلمين. كذلك من النصيحة لأئمة المسلمين الدعاء لهم بالصلاح،
الدعاء لهم بالتوفيق، الدعاء لهم بالاستقامة، أن يكثر الإنسان من الدعاء لهم، لأنهم إذا صلحوا صلح الناس، وأصلحوا ما فسد من أمر الناس، فولاة أمور المسلمين عليهم مدار كبير، واجبهم علينا وحقهم علينا أن ندعو الله لهم كما ندعو لأنفسنا، أن ندعو لهم مع ما ندعو لأنفسنا ولوالدينا، لأن في صلاحهم صلاح الإسلام والمسلمين. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. ذلك لأن السلطان إذا صلح أصلح الله به الرعية، وإذا فسد فسدت الرعية وضاع الأمر. فمن واجب ولاة الأمور علينا ونصيحتهم علينا أن ندعو الله لهم بالهداية، بالتوفيق، بالإعانة، بالتسديد، بصلاح البطانة إلى غير ذلك. هذا من النصيحة لولاة أمور المسلمين. كذلك من النصيحة لولاة أمور المسلمين، من النصيحة لهم تنبيههم وإرشادهم إلى ما فيه الخير لهم ولرعيتهم، لأن الإنسان إذا رأى شيئا من الأمور التي لا تليق أو الأمور المخالفة فعليه أن يبلغ ولاة الأمور وأن يناصحهم سرا فيما بينه وبينهم، إما بأن يتصل بهم شخصيا أو بأن يكتب إليهم سرا، يكتب إليهم سرا ولا يفشي هذا عند الناس أو يظهر هذا عند الناس، وإنما يستعمل السرية التامة، لأن في ذلك صلاح الأمر واستقامة الأمر وبلوغ المقصود أيضا. أما إذا تكاسل الناس عن مناصحة ولاة الأمور المناصحة الصحيحة الطيبة، أو جعل الناس يتكلمون في ولاة الأمور ويسبونهم في مجامع الناس، فهذا ليس من النصيحة لولاة الأمور، وإنما هو من الخيانة، وليس هذا من حق ولاة أمور المسلمين علينا. فالواجب علينا أن نعلم هذا وأن نهتم به غاية الاهتمام، لأن ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، له حق على المسلمين، حق عظيم. وفي الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا تعاون، مناصحة ولي الأمر على الوجه الصحيح، هذا من التعاون على البر والتقوى، وهذا من مصلحة الراعي ومصلحة الرعية. فمن أعظم نصيحة ولاة الأمور تنبيههم وإرشادهم إلى ما قد يخفى عليهم، لأنهم بشر، قد يخفى عليهم كثير من الأمور فينبهون عليها، قد يحصل شيء من الخطأ فينبهون عليه، قد يتطلب الأمر مثلا الحزم في بعض الأمور فينبهون عليه، ويكون ذلك بطريق صحيح ليس فيه تشهير وليس فيه تعيير وليس فيه شيء من الفوضى، وإنما يكون منضبطا بالضوابط الشرعية. هذا من مناصحة ولاة الأمور ومن أسباب الصلاح للإسلام والمسلمين. أما النصيحة لعامة المسلمين، المراد بعامة المسلمين جميع أفراد الرعية، جميع أفراد الرعية، هؤلاء عامة المسلمين من رجال ونساء وصغار وكبار وأغنياء وفقراء، تناصحهم، تبذل لهم النصيحة، وذلك بأمور: أولا، إذا استشارك أحد في أمر من الأمور فعليك أن تبدي له النصيحة وألا تغشه. إذا استشارك فأشر عليه بما ترى أنه الخير، ولا تشر عليه بغير ذلك. كذلك من النصيحة لعامة المسلمين التعامل معهم بصدق في البيع والشراء والكلام والحديث، بحيث إنك لا تغش في المعاملة ولا تكذب في الحديث،
ولا تعطل أعمالهم إذا كنت مسؤولا عن تنظيم أمور المسلمين ومعاملات أمور المسلمين. فمن النصيحة لهم أن تعدل بينهم وأن تقوم بالواجب الذي فيه صلاح أمورهم وانتظام معاشهم ودينهم. كذلك من أعظم النصيحة لعامة المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا رأيت على أحد من المسلمين نقصا في دينه أو مخالفة في سلوكه فعليك أن تناصحه بصدق، أن تناصحه فيما بينك وبينه، وأن تذكره بالله عز وجل، وأن تبين له وجه الخطأ، وأن لا يكون هذا عن طريق التشهير أو عن طريق الشدة أو عن طريق التعنيف أو عن طريق التوبيخ أمام الناس، وإنما يكون هذا سرا بينك وبينه. هذا مقتضى النصيحة. إذا بعت واشتريت مع المسلمين فعليك بالنصيحة في البيع والشراء، لا تغش ولا تكذب ولا تخون، بل تكون معاملتك معاملة صحيحة قائمة على البر والتقوى، على النصيحة لكل مسلم. لا تستغل غفلة الغافلين من الناس، لا تستغل غيبة الغائبين من الناس فتتعامل معهم بنقص حقوقهم، تبخس حقوق الناس. قال الله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. أنت إذا بعت على الناس ألست تأخذ الثمن كاملا؟ ولو نقص منه فلس لا وقفت المشتري حتى يسلم هذا الفلس؟ لماذا تخون وتسلمه السلعة ناقصة؟ لماذا تسلمه السلعة ناقصة في الكيل والوزن؟ لماذا تسلمه السلعة ناقصة في صفاتها، فيها خراب، فيها غش لا تبين، فيها عيب لا تبينه له؟ لماذا تستوفي حقك وتبخس حق الناس؟ إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كذلك من نصيحة عامة المسلمين تعليم الجهال. إذا رأيت على إنسان نقصا بسبب الجهل، أنه يجهل يعني لا يحسن يصلي مثلا، فإنك تعلمه كيف يصلي. إذا رأيته لا يحسن الوضوء تعلمه كيف يتوضأ على الوجه الصحيح. ولا تقول هذا أنا لست مكلفا، هواه أنا ما علي منه، هذا ليس بصحيح، هذه خيانة، ليس هذا من النصيحة. دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام وقال له: صل فإنك لم تصلي. قام الرجل وصلى مرة ثانية، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام وقال له: صل فإنك لم تصلي. قام الرجل وصلى مرة ثانية، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام وقال له: صل فإنك لم تصلي. فقال في المرة الثالثة: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعند ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وهكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها ماء الوضوء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع فأحسن وضوءك. رجع الرجل وأعاد الوضوء من جديد، علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتوضأ. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى أحدا
عليه نقص في دينه أو يجهل شيئا من أمور دينه إلا وعلمه وبين له عليه الصلاة والسلام. وكذلك المؤمنون فيما بينهم يكون كل من رأى على أخيه شيئا من النقص في عبادته وعنده جهل فإنه ينبهه على ذلك بطريقة لبقة سليمة تبعث على القبول من المعلم. فهذا من النصيحة لعامة المسلمين، نصيحة لعامة المسلمين، إذا استشاروك فأشر عليهم بالذي تراه هو الصحيح، إذا تعاملت معهم بالبيع والشراء فإنك تعاملهم كما تعامل نفسك، فكما لا ترضى لنفسك بالغش والنقص فكذلك لا ترضى لإخوانك. إذا رأيت على أحد منهم نقصا في دينه بسبب الجهل فإنك تعلمه، إذا رأيت أحدا يفعل شيئا من المعاصي أو يترك شيئا من الطاعات فإنك تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتدعوه إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. كذلك من النصيحة لعامة المسلمين أن تحب لهم ما تحبه لنفسك، هذا هو الميزان الصحيح، تحب لإخوانك المسلمين مثل ما تحب لنفسك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله ورسوله وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذه النصيحة، أن تجعل إخوانك بمنزلة نفسك فتعاملهم كما تعامل نفسك وترضى لهم كما ترضى لنفسك وتكره لهم الشر كما تكرهه لنفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاضدهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه النصيحة، هذا هو الناصح الذي يتألم لألم إخوانه ويفرح لفرح إخوانه ويرضى بما فيه رضا إخوانه من الخير. هذه هي النصيحة لعامة المسلمين. وعلى كل، فهذا الحديث حديث عظيم وجمع أنواع النصيحة ومجالات النصيحة، أنها تبدأ بالنصيحة لله عز وجل وتنتهي بالنصيحة لعامة المسلمين. إذن فالدين كله نصيحة، الدين أوامره ونواهيه وشرائعه كلها نصيحة، لأنها كلها تأمر بالخير وتنهى عن الشر فهي نصيحة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التناصح فيما بيننا والتعاون على البر والتقوى، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأترك المجال إذا كان هناك أسئلة. نعم. نشكر لفضيلة الشيخ صالح جزاه الله خيرا على محاضرته القيمة وعلى ما متعنا به من الحديث الطيب، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، الآن مع الأسئلة. الحقيقة جاءتنا أيها الإخوة أسئلة كثيرة، ونسأل الله أن يعيننا إن شاء الله وجزاه الله خيرا الشيخ صالح على تفضله بالإجابة عن هذه الأسئلة. السؤال الأول من هذه الأسئلة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في من ينصح غيره ولا يفعل ما نصح به، ومن ينصح غيره بالبعد عن المنكرات ويأتيه، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
هؤلاء قال الله تعالى فيهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فالواجب على المسلم إذا أمر بخير أن يكون أول المبادرين إليه، وإذا نهى عن شر أن يكون أول التاركين له، حتى تكون دعوته مثمرة ومفيدة. ولهذا يقول نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما حكاه الله عنه: وأنا أول المسلمين، أنا أول المسلمين. ويقول الله سبحانه وتعالى معاتبا على ذلك: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت أشد الغضب، أي أن الله سبحانه وتعالى يبغض هذا العمل، وهو القول الذي يخالف الفعل، الله يبغضه أشد البغض ولا يرضاه لعباده المؤمنين. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم، بمناسبة الحج، ما رأيكم في من لا يتبع الحجة إلى الحجة ويقول جلوسي في البيت يخفف زحام الحج؟ ما رأيكم بمناسبة اقتراب الحج، يعني في من لا يتبع الحجة إلى الحجة، من لا يتبع الحج ويقول جلوسي في البيت يخفف زحام الحج، يخفف على الناس؟ والحال إذا أدى الفريضة، إذا أدى فريضة الإسلام فما زاد عليها فهو نافلة، فهو نافلة، والنافلة هذه فيها أجر عظيم، الحج فيه أجر عظيم. إذا كان الإنسان نشيطا وقادرا ببدنه فالأولى به أن يكثر من الحج. يقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لا يقدر على الحج لضعفه أو لمرضه، أو المرأة لأن المرأة ضعيفة في هذا الوقت الزحام شدة الحر، فالإنسان الضعيف الأولى أن يرفق بنفسه، أن يرفق بنفسه. وإذا كان الحج يشق عليه أو عليه خطر فالأولى أنه يؤخر الحج إلى وقت آخر يكون أسهل عليه وأرفق به. هذا بالنسبة للإنسان الضعيف. أما الإنسان القوي الذي يقدر ويصبر على التعب وعلى الزحام وعلى هذا، الأحسن أن يتابع بين الحج والعمرة. نعم. الناس ليسوا على حد سواء. نعم. ما رأيكم في التجمعات الشبابية كمثل المكتبات على سبيل الخير والدعوة والنصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، وهل هذا يؤثر في الدعوة؟ وهل أيضا هذا يخالف نص النصح أي الحديث؟ الذي أراها في حق الشباب وفقهم الله وزادهم حرصا على الخير أن يجتمعوا على العلماء سواء في مكتبة أو في مسجد، المهم أن يكون اجتماعهم على عالم يرشدهم ويبين لهم. أما اجتماعهم بدون أن يكون معهم عالم بصير في أمور الدين والعقيدة
اجتماعهم بعضهم مع بعض ومع أنفسهم فهذا فيه خطورة، لأنهم قد يقرؤون ولا يفهمون، أو يفهمون خطأ، أو يأتي من الجهال من يلقنهم أشياء خطأ. فنصيحتي أن لا يجتمعوا لا في المكتبة ولا في المسجد إلا على عالم من العلماء، من أجل أن يرشدهم ويبصرهم ويدلهم على الطريق الصحيح. أما اجتماعهم بدون عالم فهذا فيه خطورة شديدة. نعم. فضيلة الشيخ، أليس من النصح لكتاب الله تعالى التحاكم إليه وتطبيق شرعه وحدوده في كل صغيرة وكبيرة؟ ما رأيكم في هذا؟ قلنا من النصيحة لكتاب الله العمل بما فيه، العمل بما فيه، سواء العمل الخاص بالإنسان أو العمل العام للرعية، تحكيم كتاب الله هذا من العمل بكتاب الله عز وجل. أما إذا حكم بغيره فإنه لم يعمل بكتاب الله عز وجل. فالعمل بكتاب الله يشمل من باب أولى تحكيمه والاحتكام إليه بين الناس. نعم. سؤال فضيلة الشيخ صالح، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤالي لفضيلتكم أن هناك بعض الإخوة في المنطقة الشرقية يدعون أفراد القوات الأمريكية الموجودة هناك إلى الإسلام، ويجتمعون معهم ويناقشونهم، وقد أسلم كثير منهم، ثم إن هؤلاء الإخوة يرون أن هذا واجبا عليهم من باب الدعوة والنصيحة وإقام الحجة عليهم، وهناك البعض يخالفونهم في ذلك ويرون ضرورة اعتزال هؤلاء الأفراد من القوات وعدم الاتصال بهم ودعوتهم، وأن هذا من باب الولاء والبراء. سؤالي يا فضيلة الشيخ، ما هو رأيكم في هذا الأمر، وأي الفريقين ترون أنهم على هدى؟ وفقكم الله وأثابكم. الأمر في هذا واضح، الفريق الأول الذين يقومون بالدعوة إلى الله ويدعون الكفار إلى الإسلام، هؤلاء هم الذين على الصواب وعلى الحق، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالاختلاط بهؤلاء لدعوتهم إلى الإسلام وإخراجهم من الظلمات إلى النور هذا واجب على المسلمين. هل الإسلام معناه أن الإنسان يسلم ويجلس ولا يعمل شيء؟ لا، الإسلام معناه أنك تعمل وأيضا تدعو، تعمل في نفسك وتدعو إلى الإسلام. هذه فرصة دعوة هذه الجيوش والدخول إليهم وبث دعوة إلى الإسلام فيهم، هذه فرصة عظيمة. أما الذين يخذلون عن هذا هؤلاء ليسوا على صواب. وأما قوله من هذا من الولاء والبراء هذا خطأ، هذا نحن لم نذهب إليهم من أجل محبتهم، وإنما ذهبنا إليهم من أجل دعوتهم إلى الإسلام. أما الذي يختلط بهم ولا يدعوهم هذا هو الذي يظن أنه يحبهم، أما الذي يختلط بهم ويدعوهم إلى الإسلام فهذا إنما يقوم بواجب. نعم. فضيلة الشيخ صالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أستطيع أن أنصح الأهل في المنزل وأغير المنكرات فيه مع أني لا أملك سلطة في المنزل؟ فهل أنا آثم بجلوسي مع أهل المنكرات في البيت؟ على كل حال، يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فعليك ببذل ما تستطيع. إن كان لك سلطة في البيت تغير باليد، وإن كان ليس لك سلطة في البيت من هو أكبر منك والذي يتولى شؤون البيت أكبر منك، فعليك بالنصيحة، ولا تمل من النصيحة أو تيأس من الهداية. عليك بالنصيحة وتبقى في البيت، لا تعتزل، تبقى في البيت وتبذل النصيحة دائما وأبدا، ولا تيأس، تستعمل أيضا معهم الحكمة والرفق واللين، لعلهم يهتدون، لأنهم مسلمون ولكن عندهم بعض المخالفات، تحتاج إلى علاج وتحتاج إلى إرشاد، فأنت تواصل معهم جزاك الله خيرا الإرشاد والتوجيه. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله، جزاك الله خير على قدومك. هذا سؤالي هو ما السؤال الأول، ما رأي الشرع في تعدد الزوجات؟ والسؤال الثاني، ما حكم البيع في النسب؟ الأول، ما هو حكم تعدد الزوجات؟ تعدد الزوجات أمر معلوم الحكم فيه، وأن الله سبحانه وتعالى أباحه لنا في محكم كتابه، قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فتعدد الزوجات هذا مما أباحه الإسلام، بل حث عليه ورغب فيه لما فيه من المصالح، لما فيه من المصالح من إعفاف النساء والقضاء على العنوسة وطلب النسل والذرية ومن التعاون على البر والتقوى. فتعدد الزوجات هذا من محاسن الإسلام، هذا من محاسن الإسلام. شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعددون الزوجات، هذا من شرائع الأنبياء، شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عدد الزوجات، والله جل وعلا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فهذا أمر معلوم من الإسلام، معلوم من الإسلام، لا خفاء فيه. والذين يثيرون حوله الشكوك والشبهات هم إما جهال وإما مغرضون، وكلا الفريقين لا عبرة بهم، لا الجهال ولا المغرضون. وديننا ولله الحمد واضح في هذا كل الوضوح. نعم، ليس المقصود تعدد الزوجات فقط، ولكن المقصود مع العدل، مع العدل وأداء الحقوق. لا بد أن يعدل بين نسائه في القسمة والمبيت وفي الإنفاق وفي المسكن، ولا يحيف مع بعضهن ويميل معها دون الأخرى، يقوم بالعدل الذي أمر الله تعالى به. فإذا قام بالعدل وأدى الواجب فإن هذا من محاسن الإسلام. السؤال الثاني، السؤال الثاني، ما هو حكم البيع في المسجد؟ لا يجوز البيع في المسجد، البيع في المسجد حرام. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد، وقال: من رأيتموه يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. لا يجوز، لأن المسجد لم يعد للبيع والشراء، البيع والشراء في الأسواق، إنما البيع وإنما المسجد للعبادة، إنما المسجد للعبادة وذكر الله عز وجل والصلاة وتلاوة القرآن وتعليم العلم. أما البيع والشراء فله مجال آخر غير المساجد. نعم. فضيلة الشيخ صالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحي الذي أسكن فيه كثير من الناس لا يصلون ولا ينصحهم أحد، فهل يأثم الناس الذين يسكنون الحي ويصلون، وماذا يجب عليهم؟ وهل يأثم إمام المسجد بذلك أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله. الذين يصلون في المسجد أدوا واجب الصلاة، ولكنهم تركوا واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجب عليهم أن ينكروا وأن يناصحوا جيرانهم ومن يرون عليهم تأخرا، الإمام وغير الإمام يتعاونون ويبلغون مراكز الهيئة بهؤلاء للأخذ على أيديهم. إذا لم تجدي فيهم النصيحة فإنهم يرفع بشأنهم إلى مراكز الهيئة، كل يرفع للمركز القريب منه بأسماء الذين يتخلفون عن الصلاة. نعم. شيخ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، بما تنال هذه الخيرية لهذه الأمة؟ وما صفات النصح المطلوب؟ تنال الخيرية بما ذكره الله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فمن قام بهذه الصفات صار نال هذه الخيرية. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤمن بالله هذا يكون من الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. أما من ترك هذه الأمور أو بعضها فإنه
لا ينال هذه الخيرية. نعم. فضيلة الشيخ صالح حفظه الله، ما حقيقة الإشاعة المنتشرة بين الناس في هذه الأيام بأن هناك عواصف وزوابع ستأتي من هنا وهناك، وما هو موقفنا منها؟ واجب الإيمان بالله سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل الرحمة والرفق بعباده، وأما الإخبار عن الأمور المستقبلة هذا من ادعاء علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لنا أن نصدق هؤلاء، ولكن علينا أن نؤمن بالله عز وجل وأن نسأل الله العافية وأن يرفق بنا وأن يرحمنا وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا. نحن مستحقون للعقوبة، مستحقون لنزول العواصف ونزول الصواعق ونزول العذاب، لولا أن الله سبحانه وتعالى رحيم بنا وغفور بنا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لماذا صار عندنا خوف يوم من بعض المشعوذين أو بعض الدجاجلة قالوا أنه سيحصل كذا وكذا، ولا يصير عندنا خوف من ذنوبنا اللي هي سبب حقيقي؟ ما في شك إن ذنوبنا سبب للمعاصي، سبب للعواصف، سببا للعقوبات. لماذا لا نخاف من ذنوبنا ونخاف من خبر مخبر كذاب؟ نعم. فضيلة الشيخ صالح، نرجو من فضيلتكم أن ترشدونا إلى أفضل الكتب في التفسير والحديث والفقه. الناس يختلفون في قدراتهم، طالب العلم له كتب والمبتدي له كتب والعالم المتمكن له كتب. فمثلا المبتدي يأخذ الكتب السهلة المختصرة، مثل تفسير الجلالين، مثل تفسير البيضاوي، هذه كتب مختصرة تحلل لك الألفاظ وتختصر، توضح لك بعض الألفاظ. وإن كان في هذين الكتابين بعض المؤاخذات، لكن هي توضح لك كثيرا من ألفاظ الآيات ومعانيها. والذي هو من طلبة العلم فيه تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، وكذلك من التفاسير التي تصلح للمبتدئين وللمتعلمين وللعلماء أيضا، فيه كتاب عظيم ظهر في هذا الوقت، وهو تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، تيسير الكريم المنان تفسير القرآن. هذا كتاب عظيم يصلح للمبتدي ويصلح لطالب العلم ويصلح للعالم، لأنه كتاب سهل التعبير، سهل الألفاظ، وجامع لأنواع العلوم. كذلك تفسير البغوي، هذا تفسير جيد وتفسير سلفي، وهو أخصر من تفسير ابن كثير، هذا لطلبة العلم. أما المتمكنون والعلماء الكبار فعندهم تفسير أم التفاسير وأكبر التفاسير، تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، وكذلك تفسير القرطبي، وتفسير تفسير القرطبي وتفسير أضواء البيان لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. هذه التفاسير الثلاثة هذه للعلماء والباحثين. كذلك فتح القدير للشوكاني، هذا متوسط يصلح لطالب العلم ويصلح للمبتدئ أيضا. أما كتب الحديث فالمبتدي له كتاب الأربعين النووية وشرحها للحافظ بن رجب جامع العلوم والحكم، وكذلك رياض الصالحين للإمام النووي، وكذلك عمدة الأحكام للشيخ ضياء الدين المقدسي رحمه الله، وهي من الصحيحين، أحاديثها كلها من الصحيحين. وكذلك من كتب الأحكام في الحديث بلوغ المرام، هذا كتاب جيد شرحه سبل السلام. كذلك المنتقى، منتقى الأحكام أو المنتقى من كتب من أحاديث الأحكام
للإمام مجد الدين بن تيمية وشرحه ليل الأوطار للشيخ الشوكاني محمد بن علي الشوكاني نيل الأوطار، هذه كتب مفيدة. والأكبر من هذا والأشمل والبحر الغزير فتح الباري شرح صحيح البخاري، هذا بالنسبة للشرح. أما المتون صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع، مسند الإمام أحمد، الأصول الستة، كل هذه مرجع في الحديث لطالب العلم وللعالم. نعم. فضيلة الشيخ صالح حفظه الله، ما رأيكم بالذين كلما سمعوا نظرية حديثة بحثوا عن آية من القرآن لتوافقها، وهذا من اجتهادهم بأنها ترفع قدر القرآن عند الناس؟ هذا أشرنا إليه وقلنا هؤلاء ليسوا علماء ولا لهم حق، ليس لهم حق أن يفسروا القرآن، ليس لهم حق أن يفسروا القرآن، لأن تفسير القرآن يحتاج إلى مؤهلات بالعلم ومعرفة قواعد التفسير وأصول التفسير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بالقرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. لا يجوز للإنسان يفسر القرآن بنظريات حديثة وهو ليس من أهل العلم، إنما هو مهندس ولا طبيب ولا عالم كيمياء ولا ما أشبه ذلك. كل علم له أهله وله رجاله، فكما أنني أنا ما يحصل أني أدخل في أمور الطب يعني ما أعرف الطب، ولو دخلت فيها قالوا الناس هذا ما هو بصاحي، يتدخل بالطب وهو ما يعرف، يشرح بطون الناس وهو ما يعرف، وله ما الحق في هذا لأني ما أعرف الشيء هذا. فكيف يجي واحد من الأطباء ما يعرف الشرع ولا يعرف العلوم الشرعية ويدخل في أمور الشرع ويفسر القرآن العظيم؟ هذا من الخطأ العظيم والجهل الفاضح، هذا لا يجوز أبدا. لا يجوز أن يفسر القرآن إلا من توفرت فيه الأهلية العلمية الفائقة. نعم. طيب، آخر سؤال أيها الإخوة. سماحة الشيخ الجليل حفظه الله، في بعض البلاد العربية تدعي بعض البنوك أنها تستثمر أموالها بطريقة إسلامية، وهذا هو ظاهرها للناس، ولكن يقال من بعض الناس الذين ليس لهم صلة بالبنك أنه كغيره من البنوك الربوية ولكنها واجهة إسلامية فقط، فهل آخذ بظاهر ما يدعيه البنك مع أن هناك مسؤول شرعي عالم من العلماء عن هذا البنك، أم آخذ بكلام الذين يدعون غير ذلك؟ وضح لنا الأمر جزاكم الله خيرا. إذا كنت تريد النجاة لنفسك والسلامة فعليك أن تتولى أموالك أنت، تصرفها أنت بنفسك أو بوكيل موثوق توكله في التصرف فيها والبيع والشراء، أو شراء عقارات وتأجير عقارات أو بمزارع أو ما أشبه ذلك. أما البنوك فالبنوك اليوم كما تعلمون هي قائمة على الربا ومؤسسات ربوية. أما البنوك اللي يقولون البنوك الإسلامية، الله أعلم بحقيقتها، أنا ما أعرف عنها شيء، ولكن من أراد النجاة وأراد السلامة لنفسه فليتولى تصريف ماله هو بنفسه أو بوكيل يقوم مقامه موثوق ويصرفها في الأمور المباحة، في العقارات، في المزارع، في المواشي وغير ذلك من الأمور. هذا هو طريق السلامة. أما البنوك سواء سميت إسلامية أو غير إسلامية، فغير الإسلامية هذه ما فيها شك أنها لا يجوز التعامل معها، أما الإسلامية فهذه حتى يتبين أمرها نتوقف في شأنها حتى يتبين أمرها على الحقيقة، والله أعلم. نعم.